الهدف هنا هو أن يحصل الإفراج قبل شهر رمضان. ضربوني ضربا مبجحا، يعني ضربا همجيا، ضربا بالبنادق وبالكيبلات وفي الرقبة وفي البطن وفي الرجلين وفي جميع أنحاء الجسم، يعني أذبوني تعذيب حوالي نصف ساعة حتى أنه أغمي علي، لم أستطع. يعني وصلونا إلى الموت. كم سجنوك؟ 10 أيام. هربت هربت. اللي يرويك البيت في هذه، فاستعلوا معنا البيوت. كيف استطعت؟ أنا أشهدكم الله بحق الأخوة بحق.